قلت بعد تفكيك الخلافة وقيام المنتصرين بترتيب العالم أو النظام الذي يدير الممتلكات، هو مر على 4 محطات كبرى في إلى أن وصل إلى النموذج النهائي الذي نراه الآن. فمن الحلف الرباعي إلى الحلف المقدس إلى المحفل الأوروبي إلى عصبة الأمم، وصولا إلى الآن النموذج الذي نراه وهو نموذج الأمم المتحدة. هذه المحطات تخللتها صراعات بينية، حروب طائفية ومصلحية طاحنة فيما بينهم، لكن كانوا دائما يجلسون في مجالس تسوية وفض نزاعات، كما كان مع أول مجلس في 1648 اللي هي اتفاقية وستفاليا، وبذلك ينسب النظام الدولي الآن إلى منشئه ويسمى بالمجتمع الوستفالي. الوستفاليا هذا اتفاقية نشأت بعد حرب 30 سنة التي تمت في حرب طائفية أوروبية بين مركب البروتستانتي والمركب الكاثوليكي وأيضا بين إمبراطوريات مختلفة. نشأت عنها حرب 30 سنة فنى فيها الكثير من الشعوب الأوروبية، وفنى فيها حوالي ثلث، ومصادر تقول ثلثي الشعوب الجرمينية، لكن في النهاية وصلوا إلى الجلوس على مائدة المفاوضات وتسوية النزاعات، وكانوا مع كل الجلسات وهم يسووا العلاقات فيما بينهم والخلافات فيما بينهم، أيضا يسوون مجالس على الهامش، وهي مجالس أيضا جوهرية متعلقة بتفكيك المسألة الشرقية، فكانوا يسووا الخلافات فيما بينهم ويتحدون في تفكيك النظام الدولي الإسلامي الذي سبق هذا النظام الدولي الصليبي الذي نعيشه اليوم. إذن تلك المحطات وصلت بهم من وستفاليا إلى الحلف الرباعي، إلى الحلف المقدس، إلى الحلف الرباعي، إلى المحفل الأوروبي الذي قاد أوروبا وأغلب أجزاء القارة الأوروبية لمدة 100 سنة حتى سميت بعام الاستقرار الإمبراطوري، ولكن تولدت بعده بانهيار مفاجئ، وإذا بها الحرب العالمية الثانية، وإذا الحصيلة الدامية على المستوى البشري وعلى المستوى المادي كانت مهولة، اضطرهم للجلوس مرة أخرى للتسوية، وخرجوا بنموذج يديرون به ممتلكاتهم وإمبراطورياتهم، وسمي بعصبة الأمم، لكنهم كما تعرفون أيضا سرعان ما انهار ولم يستطع أن يحقق استقرار على مستوى القيادي، كان هذا النموذج هش جدا، وإذا بهم يدخلون في حرب عالمية أولى انهارت فيه كل قيمهم ونظمهم وقوانينهم التي كانت تحكمهم، وانهارت فيها إمبراطوريات، وظهرت فيها القطبية الثنائية بعد الحرب العالمية أيضا الثانية. نعم الثانية، وإذا بهم ينتقلون من عصبة الأمم إلى النسخة المطورة المتحدة. منها وهي طيب الآن الأمم المتحدة.